تفضل من ألمانيا. من ألمانيا. السلام عليكم. أول مرة عدي عليك عتاب، عتاب المحب عليك أنت شيخ وعد. تفضل. عتاب المحب، أنا سألتك اليوم 20 مرة السؤال وأنت ما جاوبتني عليه، هذا أولا. ثانيا أنا قلت لك أنه مستعد وحلفت لك يمين بالله، وهذا اليمين هسه معظم أمام الله أقوله، وهذا أمام زوجتي وأولادي، والله والله ثم والله أنا مستعد وزوجتي وأولادي ونروح للنجف ونتشيع، بس تثبت لي الروايات اللي قلت لك، القصص اللي قلت لك عليهم. أي قصص؟ بس اللي قالهم المهاجري والفالي، بس اللي هي اللي هي انه يوجد مدينة بالبرتغال اسمها مدينة القديسة فاطمة، هذه واحدة. الثانية لا تضحك يا سيد وعد، ها يا سيد ميثم، هذا قالها الفالي بالتلفزيون مش انا اللي قلتها. والرواية والقصة الثانية قالها عبد الحميد المهاجري، انه قال نشرت في جريدة الجمهورية والاهرام في مصر انه عبد الباسط عبد الصمد واقف على باب الجنه واتى لابنه في عالم الرؤيا وقال له انا ما دخلت الجنه لان ما ولي سيدنا علي. هاي ثانيا. ثالثا قلتوا انه في طفل عندنا هنا بالمانيا انه بقى 4 سنوات ما يتكلم، واول ما تكلم نطق باسم سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه وقال القسيس لقد نطق شيئا جميلا. احنا نريد تثبتوا لنا هاي القصص، اعطونا اسم المدينه، وين العنوان مال المدينه اللي بالبرتغال، تاريخ الجريدة يمتى نشرت هاي القصص بجريدة الأهرام أو جريدة الجمهورية بمصر اللي قالها المهاجري وجابها المهاجري، والفالي قالها داخل ضريح سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه. ثالثا الطبطبائي قال أنه يوجد مرأة أيضا في ألمانيا مصابة بالسرطان، زوجها راح دعا الإمام الرضا رضي الله عنه وأرضاه وشفيت من السرطان. هذول الروايات بسيطة القصص، وأصحابهم موجودين، الفالي موجود والطبطبائي موجود وعبد الحميد المهاجر موجود. أثبت لنا قصة واحدة بس، أنا أريد بس واحدة، ومستعد أجيك لبريطانيا يا شيخ وعد، وأنا أعرفك وشايفك أشوفك باستمرار في بريطانيا، والله والله وتالله أقسم بالله. يا رجل خلصت، أقسم بالله خلصت، كملت. انا وياك ونروح على ما اريدك تجي. اسمعني اسمعني، ما اريدك تجي ولا اريد نشوفك ولا اريد نسمعك. بس لحظه وقف وقف سيدنا، لحظه عفوا، انت تقول انا لحظه، تقول انا ملتقي بيك، لحظه تقول انا ملتقي بيك، وين بلندن ملتقي بي؟ لا مو ملتقي بيك، انا شايفك باستمرار بلندن لان انا بروح انا هناك بحكم اهلي. شنو اسمك اخونا، شنو اسمك الصحيح؟ انا اسمي محمد الركابي. محمد شنو؟ محمد شنو؟ محمد الركابي، وكنت طيب. ضابط سابق يعني، وتعرفني كل اللي يعرفوني معروف بلندن. انت تقول انا اشوفك باستمرار، تدري انا صار لي 13 سنة لحظة، تدري انا 13 سنة صار لي مطاب لندن؟ لا انا قصدي يعني بصورة عامة بريطانيا، انا زين. رايح لبريطانيا باستمرار. تدري انا لندن بلحظة، انا لندن طاب لها مرتين فقط، وين شايفني؟ يا سيد الكريم هسه انت انا وين شايفك؟ انا ما راح اناسبك. لا 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 مو لا 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 مو انت اسمع، لا انت لفيت الموضوع على شو. لا اخونا شوف انا ليش سكتت وهذا، والان من اتكلم تقاطعني، معناه انت مهزوز من الداخل، لان انا سكتت بكل ادب. اسمعني انا بكل ادب سكتت وماسك ورقه وقلم، والله وكيلك سجلت المصابه بالسرطان المهاجر الكلب. تفضل زين. أنا لماذا أقول هكذا أخونا؟ لأنه الآن المهاجر قال وأنت وياي قلت، شيخ المهاجر قال وأنت وياي قلت، وأنت قلت عني أنا شاهد عيال، وأنا ما طاب لندن، وقلت باستمرار أشوفك، والله العظيم أنا حتى ما أعيش في لندن، ولا ردت أروح لندن، إذا ردت أروح يراد للطيارة ساعتين، فشلون تقول؟ إذا أنت علي بخلي خدمك. قلت لك الروايات. لا اسمع خل أفهمك، لا تقاطع، أنا أدري شو كلامي يا أخي، يا أخي سجل. فأنت أنا اللي أريد أقول إنه المهاجر قال وأنت قلت، أنا عندي واقع إنه أنت تكذب علي، مع احتراماتي لك. أنا ما أكذب، أنا ما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أخونا لا تقاطع يا حبيبي يا نور عيني. سجل. يا أيها المشاهدون الكرام، أنا موجود
والرجل يقول لي باستمرار أشوفك ويكذب علي. أنا ما أصل لندن واضح، وهو يكذب علي. زين شلون أنا أصدقه وأكذب المهاجر؟ يعني أنت الآن لما يا أخي اسمعني خل أكمل يا أخواني يا أخواني يا أخي يا محمد يا أخونا محمد يا حيا حبيب لا حول رحمة الأم لفاطمة الزهراء. اسمعني ثانية واحدة تفضل. رحمة هسه أنا كذاب وعبد الحميد المهاجري موجود وقالها بالتلفزيون؟ يا أخي اثبت لي إياها أنت. أنا أجيك الآن، أنا أجيك نقطة نقطة بس، غير كن تصبر نقطة نقطة. والله ما راح أتكلمها. يلا شكرا لك أخونا. أنت تقول إذا أثبتت لي أنه عبد الحميد المهاجر قال وأن الفالي قال أنا أصير شيعي. إخواني هو الذي يريد أن يتبع الحق يتبع القرآن والسنة لو يتبع عبد الحميد المهاجر. بالله عليك يا سنة، أنا إذا شغل عقولكم شوفوا مستوى الإخوان. في خطيب قال قصص، القصة التي ذكرها ممكن هو اطلع عليها، يعني واحدة شفيت بالسرطان، هذا المئات تحدث الله تبارك. واحدة من هذه الأمور نشرت على أشهر إنسان موجود على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر على الام بي سي اللي هو المغماسي أو كذا اسمه المغامسي. نعم المغامسي. هذا لين هو تكلم عرفنا، يقول انه انا قالوا لي عمليه وانه وصلت الى المعرف ايش الى الحاله وكذا، وبكره وجاءت ممرضه لبنانيه ما ادري من جنوب ولا مين، المهم قالت لا انا اريد اعلمك شغله. اذا قلت هو موجود الفيديو الان وعلى ام بي سي، اذا قلت هذه الشغله وموجود الفحوصات وكل شيء، هو الرجل ما يكذب. فقال لها شنو الشغله اللي تعلميني اياها؟ قالت له قول اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول كلماتها وقعت في قلبي فقلتها، لأن هو على يقول عمليتي صعبة وكذا وإلى آخره مسألة مؤثرة. فقال اللهم صل على محمد وآل محمد. في اليوم الثاني جاء ويقول ما رأينا شيء من المرض عندك ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. هذه القصة لأنها ظهرت على التلفزيون ولأن الرجل مشهور ظهرت، فممكن من هذه الأمثال المئات ببركة محمد وآل محمد. فلا يلزم أخونا أنه كل قصة أجيب لك الفيديو أجيب لك الكذا، هذه بركة محمد وآل محمد. هاي واحد. اثنين ممكن لا خلك كمل أخونا أنت. طبعا. السؤال بسيط الجواب رادلة. شوف طبعا. شوف مدى احترامي لكم مو موضوعنا، لكن أنا لأنه قلت والله وعائلتي وزوجتي، ما أنا زوجتك تسمعني، أنا أريد ولدك يسمعون يشوفون منو اللي عنده منطق. اثنين في كتاب ابن كثير، في كتاب ابن كثير يقولون أنهم كانوا يأخذون ويتبركون بالمي فضل الوضوء والحبل الزئبق اللي تبع ابن تيمية، ويقولون أن هنالك إنسان كان فيه جرب، هذول السنة، وكان عندما يمسح تراب الحسين عليه الله وكيلك أحسن من أي مستشفى. هذا في كتب السنة، وأنا في حلقات عاشوراء أظهرت الكتب على الشاشة، يمسح بتراب الحسين فيشفى. الآن قل لأي واحد والله إذا جبت لي شوية تراب ومسحت على الجلد وشفيت أنا أصير شيعي، أيضا يقول. لكن هذا واقع. فيا أخي الكريم بركات محمد وآل محمد موجودة، لكن تريد كل بركة صور؟ هاي واحدة. اثنين في العتبة العلوية والعتبة الحسينية، الآن اكتب ببركة الحسين عليه السلام، الكثير من الناس شوفوا بقصص لا تخطر على البال. واحد من هؤلاء اللي إذا روى قصة لابنته الدكتور أحمد الوائلي في قضية الكاظمية، في قضية
الدكتور اللي كان في الكاظمية وموجود الملف منتشر. ثلاثة، أنا ما أريد أتكلم عن نفسي، أنا أقسم برب الكعبة بس ما أقدر أقول شنو القضية، إنه ببركة محمد وآل محمد كرامة من الله تبارك وتعالى وجودي هنا وطريقتي وكل كياني كان ببركة في شغلة ما تصير بالحكومة وصارت. يا أخونا الكريم محمد الركابي، أنت لو تفتح قلبك لمحمد وآل محمد هذه الأمور، ترى قال المهاجري أنه كنا حب أنه قال ولم يتأكد أو كذب. طب المهاجر كذب، أنا البسه أو التشيع البسه؟ أنا ما قلت إيش. أفرض أن المهاجر كذاب، سيد ميثم كذاب حاشاهم، وعد اللامي كذاب، طب التشيع خلا خدمك أخونا، مو هنالك منطق، هنالك منطق أخونا محمد، خلا كمل محمد الشيخنا اسمع، هنالك منطق، منطق. أنا نفسي وأمنيتي أنه أنتم الآن مواقع التواصل الاجتماعي، أنت بدل أن تريد تنزل بي وتطعن بي وبالتشيع، شوف المسألة أنه موجود. أنت تدري هنالك كتاب مؤلفين كرامات الأولياء موجود عند كل الأولياء، أنت تدري أنه ابن تيمية شيخ الإسلام يقول أنه في واحد سطل 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 الله وكيلك ومكنسة يصعد على السطل ويطير. والله ببالي الآن، الآن أجيب لك يا من كتاب ابن تيمية، سطل صافها الطشت طشت يصعد على الطشت ويطير، وواحد يصعد على المكناسة ويطير لا يأخذ الطيار، هذا موجود. أنت تدري أنه ابن عثيمين وابن تيمية يا أخ محمد بعيدا عن الانتماد يقول أنه في ناس تمشي تروح تمشي على الماء، هذا ما يحتاج لا سفينة ولا شيء. تراب قبر ابن تيمية يشفي وجع العيون، هذا عند السلفية كتاب، كتاب مؤلف، كتاب مؤلف، تراب قبر ابن تيمية بالله عليك. لما نقول تراب عقيدة يقول لا لا لحظة سيدنا يقول موجود، لا موجود يا أخ محمد، محمد هذا موجود في فتاوى العقيدة، الكتاب عقدي يعني يكتب العقيدة مش كتاب روائي، يقول عقيدتنا كذا والتصديق بكرامات الأولياء، كتاب اسمه النبوءات لابن تيمية. فيه انت تدري انه في ناس غير الأنبياء يحيون الموتى، ميت ميت يحييه، يقول ثبت هذا لأتباع الأنبياء. زين انا سألك سؤال، الإنسان اللي يدخل النار يحترق ولا لا؟ الجلود هي اللي تتعذب، هي مصير رحم الله والدك بارك. شوف لما نهادين نوصل هنا. زين شنو رأيك أجيب لك من ابن تيمية ومن ابن عثيمين ومن فقط الوهابية السلفية، تركنا من السنة والصوفية ومعرفة إيش، يقولون أن إنسانا دخل في نار محرقة ولم يحترق، هذه معجزة من الله، كرامة من الله سبحانه وتعالى. لا ليش انت حلولس وانا حرامس؟ ليش انت حلال وانا اذا ممكن تفضل ابو كريم. لا اخونا هو على اليوتيوب الان ولا يراد اليوتيوب؟ ايه على اليوتيوب. هذا رابط الى مدينة فاطمة في البرتغال، هذا رابط، هذا portugalonline.com ما له علاقه، اقرا حتى بالانجليزي سيدي، هذا portugalonline.com فوق زين. هاي مدينة فاطمة، فاطمة is a town and parish located 140 kilometers 88 miles north of Lisbon. And they يقول لك هاي المدينة اسمها فاطمة، الميركل المعجزة تضغط عليها هنا، يقول لك هذه المعجزة the miracle of Fatima is also known as the miracle of the sun happened between May and October of 1917. Three shepherd children Lucia Santos and her cousin Jacinta and Francisco Marto reported vision of a luminous lady believed to be the Virgin Mary. هم اعتقدوا انه ماري بس هي قالت لهم اسمها فاطمه زين. She appeared in the to the children of the Gova the area field outside the hamlet of El Jesra near Fatima Portugal. She appeared to them on the 13th day of each month approximately noon for six straight months. The only exception was the month of August when the children were arrested by the local
administrator. لوسيا تستيموني، هاي البنت الكبيرة اللي عمرها كانت حوالي 12 سنة. لوسيا described seeing the lady as a brighter than the sun, shedding rays of light clearer and stronger than a crystal glass filled with the most sparkling water and pierced by the burning rays of the sun. According to Lucia's account, the lady confided to the children three secrets known as the three secrets of Fatima. She urged the children of Fatima to do penance and make sacrifice to save sinners. The children, anyway, طويلة. أكو فيلم موجود ساعتين على فيلم. هذه صور للميركل. هذه صور موجودة إلى ظهور روات لهم معجزة الشمس. وهذه صورة حقيقية من الجرائد في ذلك الوقت 1917. فهاي القصة موجودة وحقيقية، وعلمتهم تسبيحة سمتها تسبيحة الزهراء. فاطمة ليدي، the lady of the rosary سموها. زين؟ أنا أشكرك. لا لا، شكرا لكم أخونا، بارك الله بيك، رحمة الله على والديك. شكرا لك، جاوبناك. هذا مو موضوعنا، لكن أخواني شفتوا، تفضل أبو مالك، شفتوا أخواني أنه رغم الخروج عن الموضوع، لكن احنا نريد الخير للاخوان بقلب مطمئن. تفضل اخونا ابو مالك. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان ليندا حجينا كانت طلبه